السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على اكثر مشكل كتعانيوا منه خصوصا في هذه الفتره، ان ما بقى والو الامتحان، فكيبدا الخوف من الامتحان عند بزاف ديال الاشخاص، يخصو الخوف من الامتحان ديال البكالوريا او حتى الناس اللي هما عندهم الاولى باك، حتى هما كيكون عندهم هذا النوع من الخوف. فكما كنعرفوا هذه الحاجه هي ضروري خصكم تعرفوا تعالجوها، حيت هي اكثر حاجه غادي تعاونكم الا مشيتوا امتحان وانتم متاكدين وفيكم الخوف. هذا غادي يساعد نفسيتكم انكم دوزوا كلشي على كل دوزوا الامتحان على احسن ما يرام. واذا كنتوا خايفين فهذا الشيء يقدر ياثر لكم على النتيجه ديال الامتحان، او يقدر ياثر لكم على على تركيزكم يوم الامتحان. دونك بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على كيفاش، على الطرق اللي ديروها في هذه الفتره باش تحاولوا ما امكن انكم تعالجوا الخوف من الامتحان وانكم تمشيوا الامتحان بكل ثقه وبدون خوف. دونك قبل ما نبداو في الفيديو ديالنا، مسوش تما انستغرام ديالي خليكم هنا في الجنب. يلا دابا خلينا نبداو في الفيديو. اول حاجه واهم حاجه خاصكم ما امكن انكم تبتعدوا ما امكن على الاشخاص اللي كيهضروا بشكل سلبي على الامتحان، اللي هما خايفين فهاد الشيء كياثر عليكم سلبيا، اللي كيقول لكم لا الباك كذا هادي راه صعيب وانت ما دير والو كذا. حاولوا ما امكن في هذه الفتره تجنبوا هذا النوع ديال الاشخاص، حيت بطريقه غير مباشره كياثروا على النفسيه ديالكم وكيزيدوا من الخوف ديالكم. حاجه اخرى هو انكم حاولوا تحكموا في الافكار ديالكم، حاولوا تجنبوا الافكار السلبيه. وباش تجنبوا الافكار السلبيه، فالحاجه اللي بغيتوا تجنبوها خاصكم تركزوا على حاجه اخرى، لذلك تحاولوا تكتبوا اشياء ايجابيه. يعني مثلا انا ان شاء الله غادي نجيب مزيان، انا غادي ندير كذا، انا غادي ندير كذا، غادي نجيب نقطه مزيانه هكا، باش تكون ايجابي وهادشي غادي يعاونك بزاف. فحاولوا انكم تكتبوا اشياء ايجابيه، اللي حاولوا تركزوا عليها ديما كل نهار، بقاو تقراو في ديك الورقه وحاولوا ما امكن انكم تكونوا مامنين بها، ماشي غير كتقولوها هكاك، حيت هادشي غادي يعاونكم بزاف بالافكار السلبيه وتعوضوها بالافكار الايجابيه. ثاني حاجه غادي نهضروا عليها هو التوكل، لانك فاش تكون كتراجع تكون كتوكل على الله سبحانه وتعالى على كل حاجه كديرها، انه ان شاء الله غادي يوصل لكم داكشي اللي راكم باغيين، انه غادي يعاونكم وكذا. ولكن التوكل على الله كتساوي خاصكم نتوما تكونوا متوكلين وفي نفس الوقت تكونوا كتقراو، ما تكونوش متوكلين وجالسين ما كديروا والو. فحاول ما امكن انكم وقت ما بديتوا شي حاجه توكلوا على الله وكونوا مامنين ان شاء الله غادي توصلوا داكشي اللي راكم باغيين، بحال ان شاء الله الله ما غاديش يخيبكم، غير حاولوا تكونوا متاكدين ومامنين بهذا القضيه. ثالث حاجه غادي نهضروا عليها هو في هذه الفتره بقات لكم، حاولوا الاشياء اللي راكم راجعتوها عاودوها باش ترسخ في الذاكره ديالكم، باش ما تحاولوش انك باش ما تنساوهاش نهار الامتحان. حيت اغلب الاشخاص اللي كيكونوا دابا اللي كيكونوا خايفين بزاف هما اللي كيكونوا مراجعين شحال هادي، وكيقول لك كذا راني نسيت على كاع داكشي اللي راني راجعت كذا خصني نعاود عاوتاني من الاول. لا راكم اصلا تكون نسيتي، حيت ما بقيتيش معاودها شحال مره، حيت العقل الا راجعتي غير مره واحده وما عاودتيش عاوتاني كررتي الحاجه شحال مره، فاوتوماتيكمون راه شي حاجه اللي راها طبيعيه انه غادي ينسى، حتى يقول ان ديك الحاجه اللي راك راجعتي راه ماشي مهمه، حيت كون كانت مهمه كنتي غادي تعاودها شحال مره. لذلك حاولوا ما امكن ان داكشي اللي راكم راجعتوه وكملتوه في هذه الفتره اللي بقات لكم بقاو تراجعوه بكيفيه مستمره، باش هكاك ترسخ في العقل ديالكم وما تنساوهاش. رابع حاجه غادي نهضروا عليها هو التامل، ميديتيشن، هو من اكثر الاشياء اللي غادي تعاونكم. فمن الاحسن انكم تبداو من دابا حتى نهار الامتحان ان شاء الله، وانا كنصحكم انكم ديروا واحد كما كنقول واحد الروتين ديال حياتكم ديما، حيت فريمون غادي يعاونكم بزاف ديال الجوانب. ولكن الفتره بالخصوص خاصكم ضروري انكم تدخلوا في الروتين ديالكم اليومي، مثلا كل نهار حاولوا تاخذوا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه ديال التامل. اذا كنتي يلاه بديتي حاول تخلي غير ربع ساعه، الا قدرتي انك دير نص ساعه راه مزيانه. فبداو بحال هكاك، التامل شنو هو؟ كتجلسوا بحال هكا جلسه هدوء في واحد البلاصه اللي كتكون يعني ما كاين صداع ما كاين حتى شي حاجه. الا كنتي مثلا غادي ديروا وسط من النهار، فاحسن حاجه انكم ديروا الموسيقى هادئه، وهكا كتحاولوا انكم تركزوا في الموسيقى او تركزوا في شي حاجه دابا، فهكا كتكونوا كتحكموا في الافكار ديالكم. دابا فاش كتكون كدير تامل، اون فوا كتغمض عينيك هكا وكتبقى يعني جالس، كيبداو يجيوك افكار، ناري بقى لي امتحان، ناري كذا، ناري كذا، ناري كذا. لا، الميزه الحاجه ديال التامل هو انك خاصك تبقى اطول فتره ممكنه مركز في حاجه وحده، مثلا مركز في الموسيقى الهادئه اللي راك داير في ودنيك، وما تخلي حتى شي فكره تدخل لك. هذه كتعاونك انك مثلا الا كان عندك افكار سلبيه فكتكون بهذه القضيه من كثرت ما
كتبقى تكرر التامل كتلقى راسك انك كتحكم في الافكار السلبيه وكتخليهمش انهم يهجموا عليك بحال هكا. بالعكس كتولي تدخل الفكره كتولي تقول هاد الفكره خصني نتبناها، لا هاد الفكره ماشي مزيانه كتحيدها. يعني كتولي انت كتفكر كتحكم في الافكار ديالك ماشي الافكار ديالك اللي كتحكموا فيها. خامس حاجه هما الاشخاص اللي راهم دابا كيعانوا بالتوتر وكذا والستريس والخوف وكلشي، فحاولوا ما امكن الا كنتم الاشخاص اللي راهم مدمنين القهوه ولا اللي كتشرب قهوه او لا الشاي، حاولوا تحيدوا بهاد الفتره وتعوضوا باشياء اخرين بحال البابونج بحال لويزا بحال الماتشا. دوك كاينين بزاف ديال الاعشاب اللي راهم مهدئه فغادي يعاونوكم بزاف انكم تسترخيو وما تبقاوش كتعانيو من الخوف. فاذا كنتي من مدمن القهوه او لا الشاي حاول تحيدوا في هاد الفتره وعوضوا باشياء اخرى اللي غادي تفيدك. واخر حاجه غادي نهضروا عليها هو التركيز على الهدف. كل ما كنتي مركز على الهدف ديالك، مثلا الهدف ديالك انك تجيب مزيان في الامتحان، فكتخلي داك الهدف ديالك وفي قدام عينيك تبقى مركز عليه، ما تخليش الافكار السلبيه او الاشخاص السلبيين يدخلوا يشتتوا لك التركيز ديالك على الهدف، وهادشي اللي كيخليك انك كتبقى غادي مع الخوف. كتلقى راسك بعض المرات ساعه حتى ساعتين وانت عايشها غير خوف من الامتحان، الوغ في ديك ساعه وساعتين كنتي خصك دير شحال من حاجه. يعني اهم حاجه خصكم ديروها هو انكم تركزوا على الهدف ديالكم، حطوا الهدف قدامكم ركزوا عليه وخدموا عليه نهار نهار ان شاء الله توصلوا له. وحاولوا تجنبوا كاع الاشياء اللي راني قلت لكم في الخطوات الاخرين. الا تبعتوا ديك الخطوات كاملين اللي قلت لكم مع هذه الخطوه ديال التركيز على الهدف، فكونوا اكيدين انكم غادي تعالجوا مشكل ديال الخوف من الامتحان، وغادي تمشيو ان شاء الله الامتحان مسترخيين وما خايفينش ودوزوا على احسن ما يرى. دونك الا عجبتكم دونك هذه هي لا فيديو، كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لايك وليا في كومونتير اقتراحاتكم بالنسبه للفيديوهات القادمه. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلكم تنبيهات كل مره اللي حليكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تابعوني انستغرام ديالي، نخليكم هنا في الجنب هذا، ما نخليكم حتى المره الجايه ان شاء الله.